ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هوريكم شنطة المعالي المكونة من ايه والحاجات اللي هي جواها. اول حاجة ده كده شكل الشوكة الكبيرة بتاعتها. هي طبعا العلبة هنا دورين، فانا هصور لكم اول دور وهصور لكم كمان الدور التاني. بصوا الشوكة بتاعتها ما شاء الله جميلة جدا، يا رب الشكل يكون باين. هو فضي ومن ورا وفيه ذهبي كده، مكتوب هنا تقريبا الماركة بتاعتها. انا كانت جايالي دي من السعودية. دي شكل الشوكة بتاعتها كده. بصوا في هنا تقريبا دي المعلقة بتاعت الايس كريم، مش عارفة بس دي فيه منها قطعتين بس. معايا بقى كمان المعالق الكبيرة، طبعا المعالق اهم حاجه. شنطه المعالق دي انا بطلعها لما بيكون مثلا عندي ضيوف، غير كده بصراحه مش بستعملها كتير. بصوا ما شاء الله المعلقه حلوه جدا. ده شكلها. بعد كده اوريكم السكينه. ده شكل السكاكين بتاعتها، ده شكلها كده. بوريكم كل مكونات الطقم او ان هو فيه ايه. دي السكينة كمان. هنا بقى بيبقى من كل حاجة طبعا 12، في 12 سكينة، 12 شوكة، 12 معلقة، من كل حاجة بيكون في منها 12. ده كده اول رف معانا. هفتح بقى الرف التاني، خليكم معايا ممكن بس علشان بتتحرك الحاجات، بس تتحرك الصغيرة. ما شاء الله جميلة جدا. ده شكل الشوكة الصغيرة كده. في كمان المعلقة الصغيرة. بصوا شكلها ما شاء الله جميلة. الطقم كله حلو ولونه ما بيغيرش، ومع الغسيل لان كنت بطلع منه لو في ضيوف بغسلهم مفيش اي الوان منهم بتروح، الالوان بتاعتهم زي ما هي. دي المعلقة. في كمان بقى هنا معالق كبيرة اللي هي تقريبا بتاعت الشوربة، مش عارفة. دي المعالق الكبيرة، دي اكبر شوية من المعالق دي، منها كذا واحدة اشكال، يعني مش اشكال مختلفة عن بعضها. بصوا دي معلقة شبه الشوكة شوية. بصوا وفي الماسك ده بصراحة استعمله لإيه، بس ده بيمسك كده، شايفين شكله معاليه برضو نفس النقشة. وفي المعالق دي زي ما بقولكم اللي هي الكبيرة، وفي معلقة برضو غويطة، يعني دي غويطة، يعني في ثلاث أشكال معالق. في المعلقة المدورة اللي معايا دي، وفي المعلقة دي اللي هي العادية بتاعت الأكل، وفي الكبيرة خالص. في أشكال ايه تاني؟ في طبعا الكبشة، في كبشة كبيرة وكبشة صغيرة، ما شاء الله عسولة قوي. بصوا شكلها، بصوا شكل الكبشة الصغيرة، ده شكلها كده. وفي منها برضو الكبيرة طبعا عشان لو شرب او كده. بصوا يعني هو ده شكل العلبة، ده الدور الاول ودور الثاني. دي اشكال الحاجات اللي فيها زي ما قلت لكم، ما شاء الله اشكالها جميلة قوي. مش عارفة بصراحة العلبة دي كان سعرها كام، بس هي كل حاجة في منها 12 بس، كان جاية من السعودية. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عايزين حاجات اللي هي مستلزمات العرايس والحاجات دي اكتبوا في الكومنتات وانا هصورها لكم. الحاجات فيها ان شاء الله جميله كلها، والوانها مش بتغير، وناخد بالنا طبعا ما تكون مش بتصدي. ناخد بالنا من الخامه واحنا بنشتريها، لان في حاجات طبعا كتير جدا بتكون مش اصليه. بصوا ما شاء الله المغرفه كل حاجه فيها كانت حلوه، لا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بس كده، رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه.